مشاهدينا مثل ما خبركم طبعا احمد قبل الفاصل راح يكون معنا الفقره الاقتصاديه وكالمعتاد مع زميلتنا ديما طايا. صباحك ديما. صباح الخير. صباح النور ديما. كيفكم؟ صباح الورد. صباح الخير. ما الذي يقرر نجاح أو فشل فكرة بالنسبة للمشاريع الصغيرة وفي ظل المنافسة الكبيرة بمجال ابتكار أفكار جديدة لم نطرحها؟ فأي ابتكار أي فكرة جديدة لم يتم طرحها من قبل مستحيل، لكن ما يميز مشروعا عن آخر هو الزاوية أو الإضافة التي يقدمها وتجعله مختلفا عن غيره من أصحاب الفكرة ذاتها. موقع sugarbusiness.com المتخصص في مجال ريادة الأعمال يقدم لنا أربع طرق تضمن نجاح مشاريعنا. طبعا أنا هالأربع طرق حسيت أن كتير منطقيين مشان هيك حبيت شارككم فيهم. أول نقطة هي توفير الوقت. جميعنا مشغول، إذا كانت فكرتك بتعتمد على اختصار الوقت على الزبائن ومساعدتهم بتوفيره فإنك على وشك النجاح. وإذا مثلا إذا كنت بتملك متجر فيك توفر خدمة التوصيل، وإذا كنت محل للزهور أو للهدايا فيك تقدم خدمة جدولة المناسبات لمدة عام مثلا، هي طريقة بيقترحها الموقع. النقطة الثانية هي سهولة الإجراءات. مع جدولنا الحافل كلياتنا بندور دائما على محل يسهل أعمالنا اليومية مثلا مثل الشراء مثلا. هذا الموضوع بيميز المشاريع الصغيرة عن المنافسين من الشركات الكبيرة، لأنه بيكون دائما هدف الشركات الكبيرة الأول هو التوسع والتطور وأنها تكبر من شركتها، ولكن بتتناسى أحيانا ما يهم المستهلك أولا وهو السهولة أو واليسر. الخدمة الثالثة هي الخدمة الذاتية، وهذا بهم طبعا أصحاب المهارات مثل خبراء الحسابات والتسويق. كلياتنا حاليا أنه المعظم اللي عندهم مثلا مشاريع أو أعمال بيدوروا على مستشارين وأشخاص بيعلمون كيف يقوموا بهالمهام مثل حسابات أو التسويق بأنفسهم. قليل ما عاد ناس دوروا على ناس بيقوموا بهالمهام عنهم. لذا فالتعلم والتعليم وتقديم المساعدة في هو مجال جديد فيك تبدأ من خلاله العمل. إذا أنت ممكن كمان الموقع بيقترح عليك تقديم الدروس وورشات العمل، إذا أنت عندك هالمهارة بدل ما أنت تقوم فيها فيك تساعد الآخرين وتعلمهم فتفوت بمجال التعليم. النقطة الأخيرة هي النفع العام أو المساهمة في قضايا النفع العام. عندما يكون مثلا مشروعك أو منتجك صديق للبيئة أو بيساعد القضايا الخيرية، هذا الشيء بيجذب الزبائن لأنه بيشعروا بالرضا لدى تعاملهم معك لما عرفتهم أنهم بذلك عم يساعدوا الآخرين ولو بطريقة غير مباشرة. معي اليوم فكرة مشروع عبارة عن موقع للتسوق الإلكتروني بيهدف لدعم المواهب في المنطقة. المشروع بتنطبق عليه معظم النقاط اللي حكينا عنها، بدأ منذ عام 2009 وهو الآن في توسع مستمر. خلينا أول شيء نتعرف على الفكرة قبل ما نراجع سويا كيف طبق النقاط المذكورة اللي هلأ حكينا عنها. أنا كنت دائماً حابة أفتح عن أونلاين بوتيك، في لايف ستايل بوتيك، فيه عدة different departments، في ملابس للستات والرجال وللأطفال، فيها أكسسوارات، فيها أغراض للبيت، هوم أكسسوريز وفرنتشر. كنت نفس الوقت حابة أفتح كمان عن أونلاين بوتيك. بعدين وقتها بالظروف قلت لا خلاص let's go online، إنه برا بالعالم الغربي كله عم يتجه للأونلاين، وإنه هلأ لا no I wanted to go for it. بس وقتها كتير الكل نصحني ما أروح ما أعمل هالكونسبت، إنه ما حيمشي، الناس ما إنهم جاهزين، ما بيعرفوا كيف يشتروا أونلاين. فوقتها كان يعني كان ما كنت كتير مأكدة، قلت خلاص إنه let's go for it ونشوف. هلأ المبدأ وراء أوروبي إنه إحنا بندعم independent designers عرب ومن برا أجانب، ونعطيهم مثل منصة مثل محلة يفرجوا أغراضهم لباقي العالم. هلا كتير هو it's very challenging للديزاينرز الجدد إنهم يبيعوا أغراضهم للعالم، صعب يفوتوا على المحلات، فالأونلاين بيعطيهم فرصة ليفرجوا أغراضهم للناس. يعني حديث ما واحد يجرب إنه يفتح his own business ما بيعرف قد إيه فيها صعوبات. ما خاص من قبل أنا كنت مشتغلة 9 سنين as an employee، بس لما تفتحي your own business بدك تعملي كل شيء، الشغل لك الصغير والكبير والهدف. ساعد يعني من صاحب ساعد من ناحية الماركتينج وهيك، بس من غير نواحي ما كنت عارفة أبدا شو كنت فايتة.
طبعا مثل ما شفنا الموقع اولا بيسهل عمليه التواصل بين المصمم والمشتري، فبيوفر الوقت والجهد وبيضمن مستوى عالي من الخدمه، وهي من النقاط اللي حكينا عنها. ثاني شيء بيقدم خدمات بتميزه عن غيره ليشجع عمليه التسوق عن طريق الانترنت، فبيتيح للمتسوق انه يجرب المنتج لمده ساعه قبل ما يدفع ثمنه. كمان ممكن المشتري انه يرجع المنتج ويستعيد امواله خلال اسبوع. ومن اللمسات الاضافيه انه بيوصل جميع البضائع بعلب هدايا مميزه، بالاضافه طبعا انه بيدعم قضايا بيئيه وعدد من الهيئات الخيريه في المنطقه. اذا بطريقه او باخرى، ان كان يعني كانت دينا قصد الموضوع او لا، مشروعه قدر يجمع هالنقاط اللي حكينا عنها. هذا الشيء جذب ليس فقط المتسوقين ولكن ايضا المصممين اللي بيعرضوا من خلال الموقع منتجاتهم. أهم شيء أنه متجدد متنوع فيه وكتير يعني different things، والسكشن سبعونه كتير كتير حلوين. ثاني شيء which is يعني very important اللي هو السيفتي على الويب سايت، يعني أنه البيمنت جيت كيف العالم تدفعه هاي كتير سهل، very secure. فهذول أهم two points اللي عجبوني بأوروبي، وبعدين يعني صار عندي contact معهم وبلشنا نشتغل. سويت research على الانترنت ولقيتهم على الأونلاين، فكلش فرحت لأنه they encourage الفنانين والمصممين. حلو واحد إنه يشتري على الخط لأنه دائما فد شيء جديد أول شيء، وبعدين ثاني شيء الناس يعني يتعرفون على المصممين اللي دا يطلعون. ده هسه حاليا دا أعرض السبرينغ سمر 2012، فهي مثل هاي الفكرة اللي هي تكون. طبعا دينا واجهت صعوبة بالبداية لتلاقي مصممين، ولكن بعد أن أصبحت الأمور أسهل، لهلأ المصممين هن بيقصدوا الموقع ليعرضوا منتجاتهم عليه، حتى أنه في مصممين من الخارج يلي بيرغبوا بدخول سوق المنطقة كمان بيقصدوا هذا الموقع. مثل ما شفنا المشاريع الصغيرة بتقدم خدمات مميزة وشخصية لزبائنا، وهذا الشيء اللي بيخليها تنافس الشركات الكبيرة. طبعا هذا كل شيء كان لليوم، هلأ نرجع للوجين وخالد وباقي فقرات برنامجنا. عفوا حمود. We'll be right back.